أهلا وسهلا بكم طلبة الطالبات صف الثالث الثانوي في مراجعتنا الأخيرة في المراجعة اللي هي بتكون استذكار لمفاهيم المنهج بتاعتنا، وإن شاء الله من المحاضرة اللي جاية اللي هتكون يوم الحد، إحنا خلاص داخلين على رمضان إن شاء الله يوم الجمعة، فطبعا يوم الجمعة مش هيكون عندنا حاجة لأنه هيكون أول يوم رمضان، فهنبدأ إن إحنا نخلي محاضرتنا في رمضان حد وأربع. هيكون عندنا حوالي 8 حصص، دول هنتناول فيهم الجزء الخاص بحل كتاب المدرسة ودليل التقويم وامتحانات السنوات السابقة. فيبقى احنا كده الحمد لله رجعنا بنظام المراجعة اللي هو استذكار المفاهيم والمصطلحات والقوانين والحاجات دي كلها، والحمد لله الحصص ديت مسجلة ونقدر ان احنا نرجع لها مرة تانية على قناة نجاحنا وعلى اليوتيوب. إن شاء الله من المرة الجاية اللي هي هتكون يوم الحد والأربع هنبدأ إن إحنا نشتغل في حل امتحانات وحل كتاب المدرسة ودليل التقويم. طب إحنا النهاردة هنراجع إيه؟ هنراجع الفيزياء الحديثة. الحمد لله المرة اللي فاتت خلصنا مراجعة المحول والموتور وكمان الفصل الرابع، وهنبدأ دلوقتي إن شاء الله إن إحنا نشتغل في مراجعة الفيزياء الحديثة. ايه الفرق بين الفيزياء الكلاسيكية والفيزياء الحديثة؟ دي مقارنة مهمة. الفيزياء الكلاسيكية دي الفيزياء اللي بتخلينا نفسر المشاهدات اليومية بتاعة التجارب العادية زي تجارب الحرارة والصوت والضوء والحركة، الكلام اللي احنا درسناه في أولى وتانية والكهربية بتاعة تالتة سنة. إنما الفيزياء الحديثة دي اللي بتخلينا نفسر الظواهر اللي مش بنشوفها بصورة مباشرة لما بنتعامل على المستوى الذري والإلكترون، يعني التفاعلات الكيمياء مثلا نشتغل عليها فيزياء حديثة، إنما الصوت ولما ضوء يسقط على سطح حيطة أو على ترابيزة أو لما سخن مية، كل الحاجات ديت بحسها بصورة مباشرة يبقى بشتغل عليها فيزياء كلاسيكية. لازم أكون عارف إن الفيزياء الكلاسيكية فشلت في تفسير بعض الظواهر، يبقى الفيزياء الكلاسيكية ديت فشلت في تفسير كم ظاهرة؟ ظاهرتين. أول حاجة إشعاع الجسم الأسود، تاني حاجة الانبعاث الضوئي أو الكهروضوئي والحراري. مين اللي فسر الظاهرتين دول وقدر إن هو يعرفني على كل ما يخصهم؟ الفيزياء الحديثة. بداية الفيزياء الحديثة كانت مع سنة 1900 على إيد ماكس بلانك. عندنا في الفيزياء الحديثة أسماء مهمة جدا لعلماء لازم تخلي بالك منهم. عندنا ماكس بلانك، عندنا فاين، عندنا أينشتاين، عندنا كومبتون. لازم تخلي بالك من الأربع علماء دول ودور كل واحد فيهم. جه في أزهر قبل كده وقال له أذكر دور كل عالم من العلماء دول، أو قول لي إيه اسم العالم اللي ساهم في تفسير كذا. فتخلي بالك من النقطة ديت، الأسماء العلماء إحنا مش بنحفظها كده وخلاص، لا ممكن تتسأل فيها في الامتحان. لازم تعرف من تانية ثانوي شوية معلومات أفكرك بيهم، إن إحنا عندنا طيف اسمه طيف الموجات الكهرومغناطيسية. الموجات الكهرومغناطيسية عايزك تفتكر إنها كانت بتتركب من إيه؟ كانت بتتركب من تراكب مجال كهربي على مجال مغناطيسي، والاتنين بيكونوا متعامدين على بعض ومتعامدين على مجال الانتشار كده اهو. يبقى اللي باللون الأحمر ده المجال المغناطيسي عامل زاوية 90 درجة مع المجال الكهربي اللي باللون الأسود دوت، وهما الاتنين متعامدين على خط الانتشار بالشكل ده. الموجات الكهرومغناطيسية بتشمل طيف واسع جدا من الموجات، بتبدأ من أول حاجة موجات الراديو، ودي بتكون طاقتها قليلة جدا جدا، قليلة بحاجة وحشة، بزود
شوية في الطين، فبدخل على الجات بتاعة الميكروويف اللي بنسميها الموجات الميكرو، يدخل على الأشعة تحت حمراء. عايز تزود الطاقة شوية، بتدخل على الضوء المرئي. حبيت يعني انت الطاقة بتاعتك تبقى أكبر شوية، بندخل على الأشعة الفوق بنفسجية. حبيت يعني تدخل في الحاجات المميتة، عندنا أشعة إكس. بعد كده بقى الحاجات المدمرة خالص، أشعة جاما. يبقى تاني، الموجات الكهرومغناطيسية ده طيف واسع جدا من تراكم موجات كهربية على موجات كهرومغناطيسية على موجات مغناطيسية، عمودين على خط الانتشار أو اتجاه الانتشار. السلسلة ديت فيها إيه؟ فيها بداية من الحاجات اللي بتكون ضعيفة في الطاقة، موجات الراديو، الموجات الميكرومترية، الأشعة تحت حمراء، الضوء المرئي، أشعة فوق بنفسجية، أشعة إكس، أشعة جاما. خلي بالك، جه في أزهر السنة اللي فاتت وقال له لو سمحت قول لي إيه هو نوع الموجة اللي بستخدمها في كذا، أو ممكن تقول لي إيه استخدام كل واحدة من دول. إحنا يهمنا عندنا الموجات الميكرومترية بستخدمها في الرادار، والأشعة تحت حمراء، الأشعة تحت حمراء بستخدمها في الاستشعار عن بعد. طبعا احنا كان عندنا في أشعة إكس في الفصل السادس بس خلاص اتلغى، فمبقاش عندنا أي استخدام ليه دلوقتي. يبقى تاني، لو جه قال لك إيه هي استخدام الموجات الميكرومترية، يبقى بتشتغل في الرادار. طب الأشعة تحت حمراء في الاستشعار عن بعد والتنقيب عن الثروات المدنية زي ما هنشوف. طب جه عجزها لك قال لك اذكر نوع الموجات التي تستخدم في الرادار، يبقى الموجات الميكرومترية، هي بتسمى موجات الميكرو. كل دول مختلفين في الطاقة والتردد والطول الموجي، لكن بيجمعهم حاجة واحدة، إن كلهم سرعتهم ثابتة 3 × 10^8 متر لكل ثانية. جه قال لك في الامتحان موجات الراديو طاقتها أقل من موجات الضوء المرئي، فإن سرعة الضوء المرئي بيكون أكبر ولا أقل ولا بيساوي موجات سرعة الراديو؟ يبقى تخلي بالك إن أنت شغال بنفس السرعة، لأن هما كلهم موجات كهرومغناطيسية. طب جه قال لك ضوء الليزر، تقول له يا مستر ما الليزر ملغي؟ لا، أنا ممكن أجيب لك اسم الليزر عشان ألخبطك في الامتحان، إنما هو ما عليك ما فيهوش مشاكل. موجات الليزر سرعتها أسرع ولا أقل ولا بتساوي الضوء المرئي العادي؟ طب ما هما الاتنين ضوء وهما الاتنين موجات كهرومغناطيسية، يعني معنى كده ان سرعتهم هتكون سرعة ثابتة. كمان كل الموجات ديت رغم اختلاف طاقتها وطولها الموجي وتترددها بتكون تنتشر في الفراغ. ده اهم ما يميز، اهم ما يميز الموجات الكهرومغناطيسية. في تانية ثانوي عرفنا ان الموجات الكهرومغناطيسية بتقدر انها تنكسر وتنعكس وتتداخل وتحيد. احنا بقى هنبدأ ندرس دلوقتي اشعاع الموجات الكهرومغناطيسية من الاجسام، بس تحت مسمى الفيزياء الحديثة، وهنشوف الفرق بالنسبة لنا هيكون عامل ازاي. لازم تكون عارف ان في حاجة هنبدأ ان احنا ندرسها اسمها اشعاع الجسم الاسود. على فكرة احنا بنراجع، انا شارح الحاجات دي بالتفصيل، وهتلاقي المحاضرتين بتوع الفيزياء الحديثة على اليوتيوب، اكتب بس كده نجاح ناوي على اليوتيوب، وهتلاقي ان في القناة موجود المحاضرتين، المحاضرة الثانية والثالثة من محاضرات فيزياء ثالثة ثانوي، هتلاقي موجودة فيهم شرح الفيزياء الحديثة بالتفصيل والمسائل والحل والرسم البياني وكل الحاجات دي. احنا هنا بنراجع، فهنضم الحصتين في حصة واحدة. إشعاع الجسم الأسود، ايه هو الجسم الأسود دوت؟ الجسم الأسود ده عبارة عن جسم بيكون ممتص مثالي وباعث مثالي للأشعة الساقطة عليه. ماكس بلانك حط له تصور ان هو يكون بالشكل ده، منتفخ كده جوه جسم وبيكون مبطن بالسناج الأسود الخشن،
بتبدأ تسقي الأشعة، فبيسقط عليه الشعاع، بيبدأ يمتصه بنسبة 100%، بعد كده يبدأ يشعه مرة تانية بنسبة 100%. يبقى ده كده اسمه الجسم الأسود. أي جسم يمتص بنسبة 100% ويطلع 100%، يبقى ده جسمه جسم أسود. طب الإشاع ده بالنسبة لي هل ممكن أقدر أفسر كلمة الإشاع؟ آه، أي جسم لما بيسقط عليه طاقة بعد فترة من الوقت، الطاقة ديت ما بيبقاش ليها لازمة جوه الجسم. ما أنت عارف إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وإنما تتحول من صورة أخرى، فيبدأ الجسم ده يطلعها مرة تانية، يطلعها مرة تانية. الإشاع ده بقى ممكن يخرج في أكتر من صورة. غالبا الإشعاع يصدر على صورتين، إما إنه يظهر على هيئة حرارة، أو إن هو يظهر على هيئة ضوء وحرارة. بيظهر على هيئة ضوء زي الإشعاع الصادر من النجوم زي الشمس، بيظهر من المصابيح، مش المصابيح دي بتشع طاقة ضوئية، وفي نفس الوقت لو انت جيت مسكت اللمبة هتلاقيها سخنة، يبقى كده الإشعاع اللي صدر منها بيكون ضوء وحرارة. زي قطعة الفحم، كل الحديد لما بتسخن بتتوهج، فمعنى كده ان الإشعاع اللي بيخرج منها بيكون عبارة عن طاقتين، طاقة ضوئية وطاقة حرارية. طيب الضوء الحرارة بس بيكون ايه؟ قال لي زي زي الإشعاع الصادر من الأرض. ايه ده، هي الأرض بتشع؟ اه، مش هي الصبح بتكون قدام الشمس بتمتص الطاقة، بعد كده بالليل بتبدأ إن هي تشع الطاقة مرة تانية. طيب الأجسام ممكن تكون أجسام متوهجة، ودي اللي بيصدر منها إيه؟ اللي بيصدر منها الإشعاع الضوئي والحراري. يبقى اللي بيصدر منه ضوء وحرارة بيظهر على هيئة صورة متوهجة، فبنقول عليه جسم متوهج أو أجسام متوهجة. إنما اللي بيكون حرارة بس بنسميها أجسام غير متوهجة. يعني اللي بتشوفه مطلع ضوء يبقى ده أجسام متوهجة، مش مطلع ضوء يبقى ده أجسام غير متوهجة. طب إيه اللي خلانا نتكلم عن إشعاع الجسم الأسود؟ إن في حاجة حصلت الفيزياء الكلاسيكية ما قدرتش تفسرها. إيه هو؟ هو منحنى إشعاع الجسم الأسود. قالوا إن الجسم اللي هيخرج طاقة أو هيخرج إشعاع، فإحنا لو حبينا عملنا علاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي، فلازم المفروض يكون في تناسب عكسي بين شدة الإشعاع والطول الموجي. طب الكلام دوت جابوه منين؟ هقول لك جابوه منين. قالوا بكل بساطة، ده وجهة نظر علماء الفيزياء الكلاسيكية في إشعاع الجسم الأسود. خلي بالك بقى، عشان هو بيجي يطلبه منك في الامتحان في المقارنة، أو يجي يقول لك كيف فشلت الفيزياء الكلاسيكية في تفسير المنحنيات. يبقى وجهة نظر علماء الكلاسيكية في إشعاع الجسم الأسود، وإيه اللي خلى كلامهم غلط. أول حاجة بتوع الفيزياء الكلاسيكية قالوها، قالوا إن الإشعاع مكون من سيل متصل من الطاقة، حاجة زي المطرة كده ما بتقفش، بتطلع كلها دفعة واحدة، سيل متصل كده على طول ما بيقفش، وأول ما يقف حتة منه يبقى كده خلاص الطاقة خلصت. يبقى أول حاجة اتكلموا فيها علماء الكلاسيكية إن الإشعاع عبارة عن سيل متصل من الطاقة. تاني حاجة اتكلم فيها علماء الفيزياء الكلاسيكية إن شدة الإشعاع تتوقف على طاقة الجسم. يعني الجسم اللي طاقته كبيرة شدة إشعاعه كبيرة، والجسم اللي طاقته قليلة شدة إشعاعه قليلة. أنت ممكن تتخيل إن الكلام ده فعلا صح منطقي. الجسم اللي عنده طاقة كبيرة يبقى أكيد هيطلع شدة إشعاع كبيرة. رقم ثلاثة، قالوا بما إن الطاقة تتناسب عكسيا مع الطول الموجي،
وبما ان شدة الاشعاع بتتوقف على الطاقة، اذا شدة الاشعاع تتناسب عكسيا مع الطول الموجي، ويتسمى الثلاث فرضيات بالرسمة بتاعتها التوقع والتفسير الكلاسيكي لمنحنيات اشعاع الجسم الاسود. يبقى معنى كده ان علماء الكلاسيكيه، عشان الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها حفظ، علماء الكلاسيكيه قالوا ثلاث حاجات مهمين. قالوا ان الاشعاع سيل مكون، الاشعاع مكون من سيل متصل من الطاقه، شده الاشعاع بتتوقف على طاقه الجسم، فالطاقه تتناسب عكسي مع الطول الموجي. معنى كده ان شده الاشعاع هتتناسب تناسب عكسي مع الطول الموجي، وشكرا. طب الكلام دوت صح ولا غلط؟ الكلام ده رحنا نعمله في تجارب عمليه، لقينا ان المنحنيات بتاعتنا طالعه بشكل تاني خالص. ازاي؟ ركز معايا. جينا شكل المنحنى، فرسمنا العلاقه البيانيه ما بين شده الاشعاع والطول الموجي. هم كانوا متوقعين ان يطلع تناسب عكس كده، فيبقى ده التوقع الكلاسيكي. نبدأ نشوف بقى التوقع اللي مش كلاسيكي ده، احنا هنبدأ نشوف الوضع كان عامل ازاي في النتائج العملية. لقينا ان فعلا بيكون المنحنى تناسبه تناسب عكسي لحد عند حتة معينة، المنحنى يبدأ يقلب كده اهو. يبقى الجزء الأيمن من المنحنى كان متفق مع التوقع الكلاسيكي، إنما الجزء الأيسر ما كانش متفق مع التوقع الكلاسيكي. الكلام ده كان عند درجة حرارة 3000 درجة كلفن. بدأنا إن إحنا نزود درجة الحرارة، ففعلا زودنا درجة الحرارة ووصلنا 4000 كلفن، فلقينا فعلا المنحنى تناسبه تناسب عكسي في الجزء الأيمن، بعد كده بدأ يقلب مرة تانية. زودنا كمان ل 5000، نفس الحكاية، يزيد يزيد ومرة واحدة يروح نازل كده. فمن هنا بدأ أحد علماء الفيزياء اسمه ماكس بلانك إن هو يهتم بتفسير المنحنى، ويقول إيه اللي يخلي الجسم بتاعي أو إن المنحنى بتاعي يقلب في الجزء الأيسر من المنحنى بالشكل ده. العالم اللي هيبدأ يدرس ويفسر الكلام ده اسمه ماكس بلانك، علشان كده المنحنيات دي اتسمت باسمه، منحنيات ماكس بلانك. يجي يسألني في الامتحان ايه هي منحنيات ماكس بلانك، بكل بساطة دي منحنيات بتعبر عن العلاقة او بتوضح العلاقة البيانية بين شدة الإشعاع الصادر من الأجسام والطول الموجي للطيف المنبعث منها. طيب بكده نكون قدرنا ان احنا نعرف يعني ايه منحنيات الجسم الأسود او منحنيات ماكس بلانك. طب ازاي بقى ماكس بلانك قدر يفسر الكلام ده؟ وتركز معايا بقى كده، 7 حاجات لازم تكون عارفهم يجي يسألك فيهم في الامتحان. اول حاجة ماكس بلانك قالها ان كلام بتوع علماء الفيزياء الكلاسيكية في ان الاشعاع مكون من سيل متصل من الطاقة غلط. يبقى كيف فسر ماكس بلانك المنحنيات؟ 7 حاجات لازم تكون عارفهم وفاهمهم. أول حاجة قال إن الإشعاع مش سيل متصل من الطاقة، إنما مكون من وحدات طاقة صغيرة، وراح سماها باسم الكمات أو الكوانتم، اللي بعد كده أينشتاين أطلق عليها اسم الفوتون. وقال إن طاقة الإشعاع الواحد أو الكم الواحدة بتناسب تناسب طردي مع التردد نيو. يبقى تاني، أول حاجة قالها ماكس بلانك لازم تبقى عارف وفاهم مش حافظه بس، إن الطاقة أو الإشعاع مكون من إيه؟ مكون من كمات، الكمة الواحدة طاقتها بتتناسب تناسب طردي مع التردد. من هنا قلنا ان الطاقة بتساوي ثابت مضروب في التردد، او بيساوي ثابت سي على لامدا. الثابت ده سميناه ثابت ماكس بلانك او ثابت بلانك، وده قيمته ثابتة 6.625 × 10^4
وحدة قياس وجول في ثانية أو جول لكل هرتز. تخلي بالك عشان لو جه سألك على الوحدة ديت في الامتحان. يبقى أول حاجة الإشعاع مكون من سلم متصل من الطاقة أو الكمات، عبارة عن كمات، دي وحدات صغيرة من الطاقة وطاقتها بتتناسب تناسب طردي مع التردد. معنى كده إن الإي بيساوي اتش اللي هو ثابت بلانك في نيو. ممكن نشيل النيو من تانية سنة ونحط مكانها سي هو طول الموجي، والنيو دوت هو التردد، والسي دوت سرعة الضوء. تاني حاجة اتكلم عليها ماكس بلانك، قال اللي بتطلع بتطلع تذبذب ذرات الجسم في الدور، الفوتونات نتيجة تذبذب ذرات الجسم المشع. يعني اللي بيخلي الفوتونات دي تخرج ان الذرة بتاعتي بتبدأ تهتز فتبدأ تخرج الفوتون بشكل اللي بيكون خارج على هيئة طاقة مهتز بردة معينة طول تحرك، ان هو في الآخر موجات كهرومغناطيسية، ان طاقة الذرات منفصلة ومكمة وتأخذ قيم مستويات الطاقة. يعني المستوى بتاعي طاقته بتساوي عدد الفوتونات اللي هتخرج منه مضروبة في طاقة الفوتون الواحد اللي هو اتش في نيو. يبقى الـ E بيساوي N اتش نيو. يبقى طاقة الذرات منفصلة ومكمة وتأخذ قيم مستويات الطاقة، فالـ E بيساوي N اتش نيو. خلي بالك إن الـ N ده عدد صحيح، عمر ما الاقي طاقه، عمري ما الاقي طاقه عباره عن 1.5 نيو، لازم يكون عدد صحيح، 0 1 2 3 4. يبقى كده اول ثلاث حاجات او اول اربع حاجات قالهم ماكس بلانك خاصين بتفسير المنحنيات. رابع حاجه اتكلم عليها ماكس بلانك ان لو الذرات بتاعتي مستقره اكيد مش هيخرج منها اي اشعاع، يبقى لا يصدر إشعاع من الذرات ما دامت مستقرة في مستوى طاقتها الأصلي. ما دام الذرات بتاعتي لا طلعت ولا نزلت وفضلت في نفس المستوى بتاعها ما اكتسبتش طاقة، يبقى أكيد مش هتخرج طاقة. رقم خمسة، لو الذرة بتاعتي خدت طاقة فأكيد لازم تخرجها، هتخرجها على هيئة إيه؟ على هيئة فوتونات. يبقى رقم خمسة، عند انتقال الذرة المتذبذبة من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى طاقة أدنى فإن الفوتون يصدر طاقته تساوي الفرق بين المستويين. يعني طاقة الفوتون دلتا إي هتساوي طاقة المستوى الأعلى في الطاقة ناقص طاقة المستوى الأدنى في الطاقة. الدلتا إي ديت ده عبارة عن طاقة الفوتون، وطاقة الفوتون ده بيساوي الفرق بين طاقتي المستويين. رقم ستة، ماكس بلانك قال مين اللي قال إن شدة الإشعاع بتتوقف على طاقة الفوتون أو طاقة الجسم؟ طب هي بتتوقف على إيه؟ ماكس بلانك قال تتوقف شدة الإشعاع على حاجتين، على طاقة الفوتون الواحد وعدد
الفوتونات المنبعثة. يعني أنا ما ينفعش ألاقي مدرسة طالع منها واحد بس ثانوية عامة وأقول إن كل اللي في المدرسة دول شاطرين، لا، لازم أشوف في كام واحد طالع بنفس المجموع ونفس العدد ونفس الكلام ده كله، فعلى حسب العدد هو ده اللي هحدد عليه شدة الإشاع. فما ينفعش الاقي فوتون واحد طاقته كبيره اقول كده خلاص شكرا يبقى الجسم ده بيطلع اشعاع كبير، لا، لازم اشوف فيه كام واحد زيه. يبقى معنى كده ان شده الاشعاع بتتوقف على حاجتين، طاقه الفوتون الواحد وعدد الفوتونات المنبعثه. خلي بالك هنا مقارنه مهمه ما بين الكلاسيكيه والحديثه. الكلاسيكيه كانت فاكره ان شده الاشعاع بتتوقف على الطاقه بس، هنا بتتوقف على طاقه الفوتون وعدد الفوتونات المنبعثه. رقم سبعه بقى اخر حاجه، كلما قل طول الموجي زاد طاقة الفوتون، لأن في تناسب عكس ما بين الطول الموجي والطاقة زي ما قلنا، وبالتالي يقل عدد أمثالها فتقل شدة الإشعاع. يعني كل ما طاقة الجسم تزيد العدد اللي زيه يقل. يعني كام واحد جايب 70% في ثانوية عامة؟ كتير. طب كام واحد جايب 80%؟ هيبقى أقل. في كام واحد جايب 90%؟ هيبقى أقل. طب في كام واحد جايب 100%؟ هيبقى أقل. فإحنا كل ما بنزود في الطاقة العدد بيقل. في واحد معاه كام واحد معاه 1000 جنيه في مصر؟ كتير. طب كام واحد معاه 100000 جنيه؟ أقل. طب في كام واحد معاه مليون جنيه؟ أقل. طب في كام واحد معاه 100 مليار جنيه؟ يعني معنى كده إن إحنا كل ما بنزود الطاقة كل ما العدد اللي زيه بيبدأ يقل. وبكده ماكس بلانك قدر إن هو يفسر منحنيات الجسم الأسود أو الأشعاع الأجسام الصادر منها. طب نرجع كده للمنحنيات مرة تانية ونشوف حاجة إحنا ما خدناش بالنا منها. لو احنا كنا بندرس العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي المصاحب للحاجات ديت، فكنا بنشوف إن الجسم عند نقطة معينة بيبدأ إن هو يعكس المنحنى كده، كل ما نزود درجة الحرارة بيبدأ برضه عند درجة تانية بيبدأ إن هو يعكس كده. في واحد اسمه فاين، لاحظ حاجة مهمة، كل ما درجة الحرارة تزيد الطول الموجي اللي بيكون عند القمة دي اللي بيقلب عنده المنحنى بيبدأ إن هو يقل. تاني، فاين لاحظ حاجة، إن عند 3000 درجة كلفن كنا هنا عند لندا ماكسيمم واحد، عند 4000 درجة كلفن وصلنا عند لندا ماكسيمم اتنين، عند 5000 كلفن وصلنا عند لندا ماكسيمم 3. ولاحظ ان كل ما درجة الحرارة كانت بتزيد بنروح ناحية طول الموجي اقل، فالطول الموجي بتاع ال 3000 اكبر من الطول الموجي بتاع ال 5000. استنتج من هنا فاين قانون بسيط جدا. قال فاين في القانون بتاعه ان الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع يتناسب تناسب عكسي مع درجة الحرارة الكلفينية. يبقى قانون فاين بينص على إن الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع بيتناسب تناسب عكسي مع درجة الحرارة الكلفينية. طب إيه هي الصيغة الرياضية لقانون فاين؟ إن اللامدا ماكسيمم بتتناسب تناسب عكسي مع التي كلفن. طب يا مستر أنا مش بعرف أحول من السيليزيوس للكلفن، بكل بساطة التحويل سهل وبسيط، لو أنا اديتك الدرجة بالسيليزيوس تجمع عليها 273 تطلع لك درجة الحرارة على تدريج كلفن. طب لو جه عايزني أشوف جسم درجة حرارته بدلالة درجة حرارة جسم تاني تعمل إيه؟ مش هنا في تناسب عكسي في قانون فاين،
يبقى تقول له ان اللامدا ماكسيمم 1 على لامدا ماكسيمم 2 بتساوي تي كلفن بس 2 عشان التناسب العكسي على تي كلفن 1. يبقى انا لو جيت قلت لك درجة حرارة الشاي وهو بيغلي 100 درجة مئوية، تجمعها على 273 يديك 373 درجة مئوية على تدريج سيليزيو، على تدريج كلفن. طيب كده انت جبت تي بتاعة الشاي، واقول لك ان درجة حرارة الشمس كانت 3000 درجة مئوية، فانت كده معاك 3000 درجة كلفن، فمعنى كده ان انت معاك درجة الحرارة بتاعة الشمس. طب لو اديتك الطول الموجي بتاع ايه؟ بتاع الشمس 550 نانو متر، تعرف تطلع لي الطول الموجي بتاع الشاي؟ يبقى طرفين في وسطين وتبقى الدنيا تمام وما فيهاش مشاكل. طب انا بقى بستفيد ايه كواحد بيدرس فيزياء، كناس بتوع طبيعة، استفيد ايه كتطبيقات من اشعاع الجسم الاسود وقانون فاين؟ بستفيد شوية حاجات مهمة جدا جدا جدا. اول حاجة بستفيدها في الطب والأورام، الكشف عن الأجنة والكشف عن الأورام في مراحلها الأولى. تاني حاجة مهمة بالنسبة لي في تطبيقات دراسة إشعاع الإشعاع الصدري من الأجسام وقانون فاين، إن أنا أقدر أستخدمها في الأدلة الجنائية. طب علل يتم استخدام أو يعتبر الأدلة الجنائية أحد تطبيقات قانون فاين والإشعاع الصادر من الأجسام؟ هقول له بكل بساطة لأن الإشعاع الصادر من الأجسام للجسم بيفضل فترة زمنية بعد تحركه أقدر إن أنا أستدل على وجود الشخص من خلالها، وبالتالي العملية دي بنسميها ظاهرة الإشعاع المبعد. يبقى إزاي بستغل الأدلة الجنائية؟ بستغل فيها تطبيقات قانون فاين وتطبيقات قانون او اشعاع الصدر من الاجسام، هقول له ان بيبقى الاشعاع الحراري للجسم فتره حتى بعد تحركه، والتقنيه دي بنسميها تقنيه الاستشعار عن بعد. تالت حاجه بقدر استفيد منها في الحاجات ديت هي التطبيقات العسكريه. زي ايه؟ زي مجال الرؤيه الليليه، زي الرادار، زي التصوير الحراري للأجسام في أماكن العسكرية. كل دي تقدر استفيد منها في التطبيقات العسكرية. رقم 4، تحديد أماكن الثروات المعدنية في باطن الأرض، وأقدر أطلع بقى الحاجات اللي موجودة في باطن الأرض الخاصة بالثروات المعدنية، سواء كانت بترول، مياه جوفية، كل الحاجات دي. بكده الحمد لله نكون قدرنا نعرف ايه الخاص بشغل ماكس بلانك والتطبيقات بتاعته هو وفاين. يبقى كده اول حاجة اتكلمنا عنها هو اشعاع الجسم الاسود. ايه هي الحاجة التانية اللي ما قدرش علماء الفيزياء الكلاسيكية انهم يفسروها؟ هي ظاهرة الانبعاث، ظاهرة الانبعاث الكهروضوئي. يعني ايه الانبعاث الكهروضوئي؟ دي ظاهرة انبعاث الكترونات وتولد تيار كهربي نتيجة سقوط ضوء على السطح المعدني. يعني انا عندي سطح معدني كده اهو، اسقطت عليه ضوء، اسقطت عليه لون احمر، لون اخضر، لون ازرق، فلقيت ان في الكترونات طلعت من السطح بتاع المعدن ده واتحركت، فانا اقدر اخد الالكترونات ديت واروح عامل ايه؟ واروح واخدها مطلع منها تيار كهربي، سواء بقى كان مستمر مستحث على حسب انت شغال ايه. يبقى دي اسمها ظاهرة الانبعاث الكهروضوئي، ظاهرة تولد او انبعاث الكترونات من سطح معدن عندما يسقط ضوء مناسب على السطح المعدن. طيب بتوع الكلاسيكية كانوا فاكرين إن الموضوع ده بيمشي إزاي؟ ركز معايا بقى كده واحدة واحدة. بتوع العلماء أو بتوع الكلاسيكية كانوا فاكرين إن انبعاث الإلكترونات من
سطح المعدن يتوقف على شدة الضوء الساقط. يبقى بتوع الكلاسيكية كانوا فاكرين أول حاجة إن الإلكترونات علشان تطلع محتاجة شدة ضوء كبيرة، وقالوا علشان أزود سرعة الإلكترونات اللي خارجة برضو محتاج شدة كبيرة، يبقى سرعة انطلاق الإلكترونات تتوقف على شدة الضوء الساقط. تالت حاجة قالوها إن عند سقوط ضوء ذو شدة قليلة يكون هناك فترة لتجميع الطاقة. يبقى تاني الكلام ده بتاع مين؟ الكلام ده كله عبارة عن الكلاسيكيون. كانوا بيتكلموا في ايه بتوع العلماء الفيزياء الكلاسيكية؟ كانوا بيتكلموا ان انبعاث الالكترونات من سطح المعدن بيتوقف على شدة الضوء الساقط، وان سرعة انطلاق الالكترونات بتتوقف على شدة الضوء الساقط، وعند سقوط ضوء، طب شدته كانت قليلة ما تكفيش، يستنى شوية تفضل مسلط الضوء بتاعك على السطح فترة زمنية معينة علشان تقدر السطح بتاعك يجمع الطاقة ويقدر ان هو يطلع الالكترونات وينبعث الالكترونات منه. كل الكلام دوت اينشتاين جه وقال ان هو كلام غلط. ازاي بقى اينشتاين قدر يفسر ظاهرة التأثير الكهرولوي كلام علمي صح واخد عليها جايزة نوبل؟ ركز معايا علشان تفهم. يبقى ده كده تفسير اينشتاين للظاهرة. اول حاجة اتكلم عليها اينشتاين ان مين قال ان الالكترونات ديت اللي موجودة على سطح المعدن واقفة كده على السطح مستنية اي حد يخلصها وخلاص؟ لا، الالكترونات اللي على السطح ديت بترتبط مع الذرات اللي موجودة والجزيئات بقوة اسمها قوة تجاذب مادي، وأطلق عليها اسم حاجز جهد السطح. يبقى تاني أينشتاين أول حاجة اتكلم عليها إن مين قال إن مين قال إن الإلكترونات اللي موجودة على السطح ديت موجودة كده في الهواء وخلاص مستنية أي حد يجي يشيلها؟ لا، الإلكترونات ديت بترتبط بقوة تجاذب مع السطح بحاجة اسمها حاجز جهد السطح. إيه حاجز جهد السطح دوت يا أينشتاين؟ قال بكل بساطة إن أنا عندي دي عبارة عن قوة تجاذب مادي تجذب الإلكترونات للداخل وتمنع تحررها. يعني اللي بيخلي الإلكترونات ديت ما بتتحررش كده بسهولة وخلاص لوحدها إن هي مربوطة بقوة تجاذب نحو الداخل، سميناها حاجز جهد السطح. فأول حاجة هيتكلم عليها أينشتاين إن أنا علشان أطلع الطاقة دي أطلع الإلكترونات ديت إن أنا أروح رايح كاسر قوة تجاذب المادة ديت وتغلب على حاجز جهد السطح. يبقى لكي يبقى هو الكلام بقى اللي هيقوله أينشتاين في التفسير بتاع الظاهرة، لكي تتحرر الإلكترونات من سطح المعدن لابد أن يكون أو تكون طاقة الإشعاع الساقط مساوية لحاجز جهد السطح. وراح مسمي الطاقة اللي بتساوي حاجز جهد السطح بكل بساطة سماها باسم دالة الشغل. يبقى تاني ايه هي دالة الشغل؟ دي الطاقة اللي بتكفي لتحرير الإلكترون والتغلب على حاجز جهد السطح. يبقى أنا علشان أتغلب على حاجز جهد السطح وأكسر قوة التجاذب ديت
علشان اخلي الالكترون قادر على التحرر، دي بنسميها اسم دالة الشغل. طب دالة الشغل رمزها EW، عايزين نعمل لها تعريف ظريف كده علشان يبقى سهل. دالة الشغل عبارة عن الحد الأدنى، عايز تقول أقل مقدار من الطاقة، ما عنديش مشكلة، الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون من سطح المعدن دون تحريكه أو دون إكسابه أي قدر من طاقة الحركة. أي طاقة E لازم تتفك تبقى H في نيو، فبنفك الـ EW على إنها H نيو، بس النيو دي هنديها رمز صغير كده تحت C، أو إن إحنا نقول إن ده H C عال اللمضة، بس برضو هتاخد رمز C كده. إيه هي النيو سي ديت؟ بنسميها نيو كريتيكال، باسم التردد الحرج. وايه اللامدا كريتيكال ديت؟ بنسميها باسم الطول الموجي الحرج. وتعريف التردد الحرج والطول الحرج زي تعريف دالة الشغل، بس بدل ما بنقول طاقة بنقول تردد وطول موجي. بس تخلي بالك إن في تناسب عكسي ما بين التردد والطول الموجي، فلما تيجي تعرف الطول الموجي لازم تعكس التعريف بتاعك فتقول إن هو أكبر قدر. يبقى تاني كده، واحدة 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 كده وبالراحة. لو إحنا حابين نعرف التردد الحرج يتعرف إزاي؟ هو والطول الموجي الحرج. التردد الحرج يبقى نفس الكلام بتاع مين؟ نفس الكلام بتاع دالة الشغل، يبقى ده أقل قدر أو أقل تردد للضوء الساقط على سطح المعدن يكفي لتحرير الإلكترون دون تحريكه. يبقى ده التردد الحرج نيو كريتيكال. طب لو عايز اعرف الطول الموجي الحرج، نفس التعريف بس في تناسب عكسي ما بين الطول الموجي والتردد، فبدل ما تقول اقل تردد يبقى هتقول اكبر طول موجي للضوء الساقط على سطح المعدن يكفي لتحرير الالكترون دون تحريكه، وده هيبقى رمزه لامدا طول موجي بس كريتيكال علشان حرج. خلي بالك بقى ان الطول الموجي الحرج والتردد الحرج ودالة الشغل كلهم بيتوقفوا على حاجة واحدة بس، نوع مادة السطح. يبقى تاني، دالة الشغل الـ EW واللامدا كريتيكال الطول الموجي الحرج والنيو كريتيكال كلهم يتوقفون على حاجة واحدة بس، نوع مادة السطح. وشكرا. لا تتوقف على شدة الضوء أو على زمن التعرض ليه أو فرق الجهد اللي موجود على السطح ولا أي حاجة خالص. يبقى الكلام ده كله اللي قاله مين؟ اللي قاله أينشتاين. طب إيه اللي يحصل لو أنا أديت طاقة أكبر من دالة الشغل أو نزلت طول موجي أقل من طول الموجي الحرج أو نزلت تردد أكبر من التردد الحرج؟ أينشتاين بدأ إن هو يعمل الصيغة الرياضية اللي أخد عليها جايزة نوبل. لو أنا أسقطت طاقة أكبر من دالة الشغل، فأنا عندي الطاقة هتتقسم لحاجتين، جزء من الطاقة يتغلب على حاجز جهد السطح اللي احنا سميناه دالة الشغل، والجزء الباقي يروح يتحول إلى طاقة حركة كينيتيك انرجي. يبقى الإي ديت دي اسمها الطاقة الساقطة، الإي دبليو دالة الشغل،
الكاينيتيك انرجي دي عبارة عن طاقة الحركة. طب أنا عايز أحسب طاقة الحركة لوحديها، هودي الـ EW الناحية التانية بالسالب، فيبقى الـ E ناقص الـ EW، وممكن أفك الطاقة الساقطة تبقى H نيو ساقط ناقص أفك الـ EW يبقى H نيو كريتيكال. ممكن أخد الـ H عامل مشترك فيبقى النيو ناقص النيو كريتيكال. طب هل ممكن اعمل كده مع الطول الموجي؟ ايوه، ممكن تفك الاي ديت تبقى اتش سي على اللمضه الساقط ناقص اتش سي على اللمضه، دي لمضه الساقط ودي لمضه كريتيكال. من هنا اخد اتش سي عامل مشترك يتبقى لي واحد على اللمضه ناقص واحد على اللمضه كريتيكال، وتبقى هي ديت العلاقه الرياضيه لقانون اينشتاين لظاهره التاثير الكهروضوئي. الكلام دوت أخذ عليه جائزة نوبل. بس عايزين بقى هنا نتكلم في نقطة مهمة، الرسم البياني. إزاي أعمل رسم بياني لعلاقة زي كده؟ بكل بساطة إحنا بنروح نعمل علاقة بيانية ما بين الكاينيتيك إنرجي طاقة الحركة والتردد، بيطلع الشكل عامل كده أهو. تخلي بالك من ثلاث حاجات، النقطة اللي تحت دي بتكون سالب دالة الشغل اي دبليو، النقطة اللي هنا كده بتعبر عن التردد الحرج نيو كريتيكال. ميل الخط المستقيم السلوب قيمة ثابتة ثابت بلانك. فانت لو رحت جبت معدن تاني وطبقت عليه نفس القانون هتلاقي المعدن دوت طالع لك بنفس الميل وخطين متوازيين كده. طب لو انا عايز اشوف معدن تاني بس دالة الشغل بتاعته اكبر فهيبقى تحته كده اهو. حلينا مسائل كتير تقدر ترجعوا لها على الحصة بتاعة الفيزياء الحديثة اللي موجودة على اليوتيوب على قناة نجاح نعم. يبقى ده كده اسمها ايه؟ اسمها علاقة اينشتاين للتأثير الكهروضوئي. النقطة دي سالب اي دبليو، النقطة دي النيو كريتيكال، وميل الخط المستقيم بيساوي ثابت بلانك. اوعى يجي يقول لك في الامتحان اوجد ثابت بلانك من على الرسم البياني، تروح كاتب له القيمة اللي انت حافظها 6 علامة 6 2 5 في 10 اس سالب 34 جول في ثانية. لا، لازم تروح ترسم الرسم البياني وتجيب ميل الخط المستقيم، والميل ده هو ثابت بلانك، لقيته اقل شوية ازيد شوية هو ده اللي هو عايزه. ما تروحش انت تقرب له وتقول له لا انت قلت لي ان هو 6 علامه 6 2 5، مالكش دعوه، يطلع 6 في 10 اس سالب 34، يطلع 6 وربع، يطلع 6 ونص، دي حاجه ما تخصكش. الحاجه اللي يديها لك في المساله اشتغل عليها. طيب انت دلوقتي قلت لي ان كل كلام اينشتاين معتمد على التردد وعلى الطول الموجي وعلى داله الشغل. هل في حاجة أينشتاين قالها معتمد فيها التأثير الكهروضوئي على شدة الضوء الساقط؟ أيوة، شدة الضوء الساقط بيعتمد عليها حاجة واحدة بس، هو شدة التيار الكهروضوئي اللي احنا ممكن نقول عليه عدد الإلكترونات. لو انت عايز عدد الالكترونات اللي طلع لك يزيد، عايز شدة التيار اللي طلع لك يزيد، بكل بساطة يلزم زيادة شدة الضوء الساقط. يعني انا اسقطت طاقة قدرها 5 الكترون فولت فطلع لي الكترونات، بس طلع لي الكترون واحد، انا عايز اخليهم 2، بدل ما انت تسقط شعاع واحد او فوتون واحد اسقط 2. طب عايز اخليهم 5 اسقط 5 فوتونات. فانت كل ما تزود شدة الضوء الساقط وتزود عدد الفوتونات الساقطة انت كده بتزود عدد الالكترونات الكهروضوئية المنبعثة، فتزود شدة التيار الكهروضوئي. بس كل ده بشرط ان يكون التردد الساقط أكبر من التردد الحرج. ده اسمه شرط انبعاث الإلكترونات، أن يكون الطول الموج الساقط أقل من الطول الموج الحرج، أو أن يكون التردد الساقط أكبر من التردد الحرج،
أو أن تكون الطاقة الساقطة أكبر من دالة الشغل. طب إحنا لو حبينا نعمل علاقة بيانية ما بين شدة التيار المنبعث مع شدة الإضاءة، والله لو أنت محقق الشرط تلاقيه تناسب طردي كده، يبقى ده عند تحقيق الشرط. طب أنت لو مش محقق الشرط ولا تطلع ولا إلكترون، فتلاقيهم بالصفر كده، يبقى ده كده شدة التيار مع شدة الإضاءة، وفي الحالة ديت أنت غير محقق الشرط. إيه هو الشرط؟ يعني أنت في الحالة ديت التردد الساقط بتاعك أقل من التردد الحرج. طيب الكلام دوت هل عليه أي تطبيقات؟ قال لي عليه تطبيق مهم جدا 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 لازم تخلي بالك منه، هو أنبوبة أو الأنبوبة أو الخلية الكهروضوئية. إيه موضوع الأنبوبة أو الخلية الكهروضوئية؟ دي حاجة معتمدة في شغلها على التأثير الكهروضوئي، يبقى الخلية الكهروضوئية. الخلية الكهروضوئية أساسها العلمي ظاهرة التأثير الكهروضوئي اللي فسرها أينشتاين. طب الخلية الكهروضوئية بستخدمها في إيه؟ قال لي بستخدمها في الآلات الحاسبة وفتح وغلق الأبواب أوتوماتيكية. طب إيه هي التركيب بتاعها والرسم معانا ومقرر وممكن يجي في الامتحان؟ أيوه ممكن يجي في الامتحان بكل بساطة، والموضوع سهل وبسيط. بتروح ترسم اسطوانة من الزجاج شفافة كده أهو، الاسطوانة دي بتكون مفرغة ما فيهاش أي هواء، بروح حاطط جوه كاثود أو مهبط بيكون عبارة عن شريحة كبيرة بالشكل ده من معدن دالة شغله بتكون قليلة، غالبا بيكون السيزيوم. لو جه قال لك علل يستخدم عنصر فلان في كاثود الخلية الكهروضوئية تقول له لأن دالة الشغل بتاعته قليلة، حتى لو اداك عنصر انت أول مرة تسمع عنه. يبقى لو سمحت ده اسمه ايه؟ ده اسمه الكاثود أو المهبط، يبقى ده اسمه الكاثود أو المهبط، غالبا بيتم صناعته من السيزيوم. جه قال لك اشمعنى السيزيوم؟ اشمعنى أي عنصر يخطر في بال اللي بيحط الامتحان ويكتبه؟ هتقول لأن دالة الشغل له قليلة، فأي حاجة تسقط على على السطح يبدأ إن هو إيه؟ يبدأ إن هو يقدر يطلع منها إلكترونات. طب بعد كده بحط إيه؟ بحط آنود موجب. الأنود الموجب دوت لازم يكون عبارة عن سلك رفيع من النحاس. طب ليه ما حطيتش سطحين كده زي بعض؟ بكل بساطة لو انت حطيت سطح قدام سطح كبير كده هيحجب الأشعة الايه الساقطة، فأنا بحط أنود موجب من سلك رفيع من النحاس حتى لا يحجب الأشعة الساقطة اللي جاية من هنا، يبقى دي عبارة عن الأشعة الساقطة. باقي بقى الدايرة بتاعتي بيكون الكاثود متوصل بقطب سالب علشان سالب، والأنود متوصل بالقطب الموجب ومعاه مصدر تيار كهربي مستمر كده، وبروح موصل معاهم على التوازي جهاز فولتميتر. يبقى أول حاجة عندنا في الخلية الكهروضوئية إن أنا عندي هنا الأسطوانة ديت لازم تكون مفرغة حتى لا تعيق الإلكترونات المنبعثة من الكاثود. اللي بيحصل ببساطة أنا بيسقط عندي الأشعة الساقطة فتمر على الأنود ما يحجبهاش عشان هو سلك رفيع من النحاس، وتسقط على إيه؟ على الكاثود. فالكاثود دوت لو كان التردد بتاع الأشعة الساقطة أكبر من التردد الحرج، ففي الحالة ديت تنبعث الإلكترونات، فالإلكترونات شحنتها شحنة سالبة، فتلاقي قدامها الأنود الموجب فتروح على طول متسرعة وراح تروح داخلة عليه فيمر التيار الكهربي في الدايرة.
يبقى في الحالة ديت بيمر التيار في الدائرة ديت بس عند تحقيق شرط انبعاث الضوء من سطح المعدن بتاعي. بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في ابواب فتح وغلق الابواب اوتوماتيكيا، وكمان الآلة الحاسبة. القانون بتاعنا اللي بنستخدمه في الخلية الكهروضوئية هي علاقة اينشتاين، ان الكاينيتيك انرجي بتساوي اتش بفتح قوس نيو ناقص نيو كريتيكال، او اتش سي واحد على اللمضة ناقص واحد على اللمضة كريتيكال. على فكرة ممكن يختبرك في موضوع طاقة الحركة ديت انك تفكها. طاقة الحركة بتتفك لنص كتلة الالكترون في مربع سرعته، فانت لو عايز تحسب سرعة الالكترون يبقى انت هتفك الكاينيتيك انرجي لنص الكتلة في مربع السرعة. كتلة الالكترون ثابت، هيديها لك في الامتحان 9.11 من 100 في 10 اس سالب 31 كيلو جرام. طب هل في حاجة زي التأثير الكهروضوئي نقدر اللي احنا نستفيد بيها؟ ايوه، زيها بالظبط حاجة اسمها التأثير، ظاهرة التأثير او الانبعاث الكهروحراري. نفس الظاهرة بالظبط بالظبط، بس كل الاختلاف ان بدل ما الالكترونات بتنبعث من سطح المعدن عند سقوط ضوء ذو تردد مناسب عليها، هنا عند تسخين. يبقى التأثير الكهروحراري عبارة عن انبعاث الالكترونات من سطح المعدن نتيجة تسخينه. يعني معنى كده ان طاقة التسخين اللي هي جاية بالكهرباء، الطاقة الكهربية، بتتحول الى طاقة حركية. تقولي ليه حركية؟ عشان انبعاث الالكترونات. الطاقة الكهربية هي E في الـ V. ايه الـ E ديت؟ دي شحنة الالكترون. ايه الـ V دوت؟ ده فرق الجهد بين الكاثود والأنود، أو بين المصعد والمهبط. الكلام ده طبقا لقانون حفظ الطاقة بيتحول لطاقة حركية، يعني كاينيتيك انرجي، وبفك الكاينيتيك انرجي يبقى نص كتلة الإلكترون في مربع سرعته. يبقى الـ ME ديت دي كتلة الإلكترون، ومربع السرعة V دوت يبقى ده كده مربع سرعة الإلكترون. يبقى لو جيت داني فرق الجهد بين الكاثود والأنود وطلب السرعة، وهو هيديك الثوابت كده كده في الامتحان، يبقى الـ E في الـ V بيساوي نص كتلة الجسم في مربع سرعته. تمام؟ تمام، الحمد لله، مفيش أي مشاكل. طب إيه هي التطبيقات على ظاهرة التأثير الكهروحراري؟ بكل بساطة أنبوبة أشعة الكاثود. اللي هي CRT كاثود ري تيوب. أنبوبة أشعة الكاثود معتمدة، الأساس العلمي بتاعها هو التأثير الكهروحراري. طب أنبوبة أشعة الكاثود أستخدمها في إيه؟ بستخدمها في شاشات التلفزيون وكمان الكمبيوتر. طب إيه هي التركيب بتاعها والرسمة مقررة؟ التركيب بتاعها بيكون عبارة عن أسطوانة برضو مفرغة. ليه بستخدم ما بستخدمش أي حاجة جوه الأسطوانة، سواء هنا في أنبوبة أشعة الكاثود أو في الخلية الكهروضوئية، حتى لا تعيق حركة الإلكترونات المنبعثة. يبقى دي كده عن أسطوانة بس بتكون جوه فراغ. طب ببدأ بقى أحط إيه؟ ركز بقى كده معايا، واحدة واحدة. ببدأ أحط هنا مصدر للتسخين، يبقى ده كده عبارة عن فتيلة تسخين. فتيلة التسخين ديت بتكون متصلة بسطح المعدن اللي هو عبارة عن الكاثود بتاعي. فالكاثود دوت لما يسخن تنطلق منه
الالكترونات. الالكترونات هتطلع مشتتة، فببدأ ان انا اوحد اتجاهها بواسطة شبكة. يبقى اللي باللون البينك دوت عبارة عن شبكة بتعمل على تجميع الالكترونات وجعلها في اتجاه واحد، فبتخرج الالكترونات من هنا لكن بتخرج سرعتها قليلة. الفتيلة بتاعت التسخين والشبكة والكاسود كل دول كده بسميهم باسم المدفع الإلكتروني، مع الأنود. إيه موضوع الأنود دوت؟ أنا دلوقتي طالع عند الإلكترونات سرعتها قليلة، فبروح رايح موصل أنود موجب كده أهو علشان يزود سرعة الإلكترونات. طب لو أنا حطيت أنود واحد بس، الإلكترونات هتلزق في الأنود، فأنا هروح أحط أنود تاني بعديه أكبر منه علشان الإلكترونات سرعتها تزداد ما تخشش على إيه؟ ما تخشش على الأنود وتلزق فيه. يبقى كده الفتيلة هتسخن، هتدخل لها طاقة طبعا موجب سالب، متوصلة مع كاثود اللي هو سطح معدني هيسخن، تطلع منه الإلكترونات مشتتة، تطلع منه الإلكترونات كده أهو. الشبكة تجمع الإلكترونات في اتجاه واحد كده بس سرعتها تكون بطيئة. الأنود يعمل إيه؟ الأنود يزود سرعتها كده، الإلكترونات هتطلع سرعة كبيرة قوي كده أهو. لو فضلت مكملة للآخر خالص هتصطدم بشاشة فلوريسية. يبقى دي كده عبارة عن شاشة فلوريسية، دي لما بتسقط عليها الفوتونات أو الإلكترونات آسف بتومض، يعني بتطلع ضوء. فهي لو طلعت كده لحد الآخر هتروح جاية هنا على الشاشة الفلوريسية وتعمل لي بقعة مضيئة. بس أنا مش عايز بقعة مضيئة، أنا عايز صورة تترسم، فبروح رايح ألواح، حاطط ألواح التحكم الرأسي والأفقي كده أهو. دي اسمها ألواح التحكم الأفقي والرأسي أو نظام تحريك الشعاع، ودي بتكون متوصلة، ودي بتكون متوصلة بمجالات كهربية ومغناطيسية اللي بتكون جاية من دائرة الاستقبال اللاسلكي اللي خدناها في الفصل الرابع. فالاتنين دول عبارة عن ألواح التحريك علشان يقدروا إنهم يرسموا الشعاع الإلكتروني علشان يمسح الشاشة نقطة نقطة حتى تكتمل الصورة. بعد كده بقى الأشعة دي تبدأ إنها تترسم على الشاشة نقطة نقطة لحد ما الصورة كلها تظهر. إيه هي العلاقة اللي بستخدمها في الأنبوبة أشعة الكاثود؟ هي الـ EV، شحنة الإلكترون في فرق الجهد بيساوي طاقة الحركة نص الكتلة في مربع الصورة. خلي بالك خلي بالك، قلنا بنستخدم المجالات الموسية حتى تعمل على توجيه الشعاع أو توجيه مسار الشعاع الإلكتروني لمسح الشاشة نقطة نقطة حتى تكتمل الصورة. يبقى احنا كده الحمد لله عرفنا ازاي نشوف التأثير الكهروحرارية. عندنا ملحوظتين، لو انا حبيت اعمل علاقة بيانية لقانون التأثير الكهروحراري دوت، فبعمل علاقة ما بين مربع سرعة الإلكترونات وفرق الجهد بين الكاثود والأنود، فيطلع التناسب تناسب طردي كده، وميل الخط المستقيم هيساوي 2 اي على الام. الاي دوت شحنة الالكترون، والام اي ديت كتلة الالكترون. تخلي بالك ان وحدات الطاقة مهمة جدا. احنا وحدة قياس الطاقة العادية اللي احنا اتعودنا عليها من اولى وتانية ثانوي وكمان في تالتة ثانوي هي الجول. احنا في الفيزياء الحديثة الجول ده بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي 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 قوي، فبنجيب وحدة صغيرة اسمها الالكترون فولت، رمزها اي في كابيتال كده.
طب انا عايز احول من الجول للالكترون فولت او من الالكترون فولت للجول، عشان تحول من الالكترون فولت للجول بتضرب في شحنة الالكترون 1.6 × 10^10 ٩ يعني الواحد الكترون فولت يطلع عندي 1.6 × 10^10 ٩. طب لو انا عندي الطاقة بالجول وعايز احولها لالكترون فولت هتقسم على شحنة الالكترون. خلي بالك بقى ما حدش يجي يعمل لي ايه علامة القسمة دي ويروح كاتب على 1.6 × 10^10 ٩. كده هتلاقي ان الطاقة طالعة غلط. اما نعمل ايه بكل بساطة، بسط ومقام. تروح تعمل بسط ومقام كده، تحط الرقم بتاعك بالجول وتروح قاسم على 1.6 × 10^10 ٩. تمام، يبقى احنا كده الحمد لله قدرنا ان احنا نشوف ايه هي المشاكل بتاعة الفيزياء الحديثة اللي علماء الكلاسيكية ما قدروش انهم يفصلوها. نبدأ بقى كده نشوف الحاجات تحت اسم الفيزياء الحديثة. أول حاجة بنتكلم عنها هي ظاهرة كومبتون أو تجربة كومبتون. ظاهرة كومبتون دي عبارة عن تجربة ظريفة ولذيذة، بنقول فيها لو أنا عندي إلكترون حر سرعته قليلة كده يبقى ده إلكترون حر، يعني مش مربوط بحاجة، يعني مفيش حاجة بتتحكم فيه. سقط عليه فوتون من أشعة جاما أو إكس يبقى طاقته كبيرة قوي، يبقى ده فوتون ساقط من أشعة جاما أو إكس. كان الطبيعي زمان في تانية ثانوي إن لما موجات الكهرومغناطيسية بتسقط على السطح كان السطح يا بيمتصها يا إما بيعمل لها حيود يا إما بيعمل لها انكسار. انما في الحالة ديت بلاحظ ان الالكترون الحر ده بياخد اتجاه تاني للحركة وسرعته بتزداد، وبنسميه باسم الكترون مشتت. اول حاجة لاحظناها على الالكترون المشتت ان سرعته زادت. ما دام سرعته زادت يبقى طاقة حركته نص الكتلة في مربع السرعة كمان زادت. إنما سرعته ثابتة وكتلة آسف أقصد كتلته ثابتة وشحنته ثابتة. الفوتون بقى هل اختفى؟ خالص، ده الفوتون كمان اتشتت وخد اتجاه تاني. بس لاحظنا في حاجة غريبة، إن الفوتون مشتت هو كمان في اتجاه تاني خالص، بس لاحظنا ان طوله الموجي قل. ما دام طوله الموجي قل يبقى اقصد طوله الموجي زاد. اهو من الرسمة كده طوله الموجي زاد، ما دام طوله الموجي زاد يبقى تردده قل. ما دام تردده قل يبقى طاقته قلت. ما دام تردده قل وطاقته قلت فيبقى كتلته قلت. ايه ده؟ هي فوتون موجات كهرومغناطيسية ليها كتلة؟ ايوه هو ده اللي اثبته كومبتون. طب ما دام كتلته قلت يبقى كمية حركته قلت، يبقى كل ده كلام مهم جدا جدا جدا. بالمرة يبقى نصف قطره زاد. جه قال لك بقى ماذا يحدث للفوتون في ظاهرة كومبتون؟ ترص له الحاجات دي كلها، يبقى طول الموج زاد، تردده قل، طاقته قلت، كتلته قلت، كمية حركته قلت، ونص قطره زاد. طب الإلكترون إيه اللي حصل له؟ سرعته زادت، طاقة حركته زادت، كتلته ثابتة وشحنته ثابتة. خلي بالك إن سرعة الفوتون المشتت نفس السرعة، سرعته ثابتة لا تتغير. جه قال لك فوتون إن شاء الله يكون فوتون منين؟ يبقى معنى كده إن الحالة ديت في كومبتون أو في أي حاجة إن الفوتونات سرعتها ثابتة، ما عنديش أي مشكلة. يبقى كده
فوتون سقط على إلكترون حر، الاتنين تشتتوا عاملين زي كرات البلياردو. من هنا استطاع كومبتون إثبات الظاهرة أو الخاصية الجسيمية للضوء. يبقى تم إثبات الصفة الجسيمية للضوء، أي أن الفوتونات تتصادم كما تتصادم الأجسام. من هنا بدأ أينشتاين يكمل على كلام كومبتون، وراح عامل قانون تحويل الكتلة إلى طاقة. وكانت العلاقة الشهيرة إن الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. يبقى الـ E دي عبارة عن الطاقة، الـ M دي بنقول عليها النقص في الكتلة، والـ C تربيع مربع سرعة الضوء. أي نقص في الكتلة بتاعة جسم لما تتحول لطاقة بتتضرب في مربع سرعة الضوء، فتطلع لي طاقة كبيرة جدا. والعلاقة دي كانت الأساس العلمي، هي الأساس العلمي للقنبلة النووية. القنبلة النووية لقينا أن أي انشطار للنواة بيطلع لي كمية هائلة. إزاي؟ بكل بساطة، انشطار الأنوية معناه أني أنا بيكون عندي نواة كبيرة كده، ولنفترض مثلاً أن الكتلة بتاعتها، يعني هندي رقم وخلاص، بخمسة مثلاً، هي مش خمسة جرام طبعاً لأن النواة كتلتها أقل من كده بكتير. لما أنا أحب أعمل لها انشطار وأقسمها فبتديني نواة أصغر بواحد ونواة تانية بتلاتة. طب ما هو كده في فرق، في واحد كده ضاع. هل ضاع؟ لا، النقص الواحد ده رايح فين؟ على قانون أينشتاين، فيتضرب في مربع سرعة الضوء، فلاقي ان الطاقة الكبيرة هنا خرج طاقة كبيرة جدا. يبقى اي نقص في الكتلة في الانشطار النووي بيتحول الى طاقة تبع لعلاقة أينشتاين، فالنقص الصغير في الكتلة أولى لانه مضروب في مربع سرعة الضوء. يبقى دي اسمها علاقة أينشتاين لتحويل الكتلة إلى طاقة. يبقى أنا كده أينشتاين في المنهج له عندي قانونين عشان ما تتلخبطش، قانون التأثير الكهروضوئي وقانون تحويل الكتلة إلى طاقة. كده الفوتون بتاعي هل ممكن أشوف الخصائص بتاعته؟ خصائص الفوتون. أول حاجة، الفوتون عندي طبقا لكلام ماكس بلانك ده عبارة عن كم من الطاقة مركز في حيز صغير جدا. طاقته E بتساوي H نيو بيساوي H C على لندا. تاني حاجة لازم تكون عارفها عن الفوتون، إن سرعته ثابتة تساوي سرعة الضوء 3 × 10^8 متر لكل ثانية. تالت حاجة لازم تعرفها عن الفوتون، إن تم إثبات الصفة الجسيمية ليه. تم إثبات الصفة الجسيمية على إيد كومبتون. وطبعا هو كان موجة كهرومغناطيسية، يعني ليه أصلا صفة موجية. من هنا نقدر نقول إن له كتلة. طب أحسب الكتلة بتاعته إزاي؟ الـ M بيساوي E على الـ C تربيع من علاقة أينشتاين، ولو فكيت الـ E تبقى H من ميو على الـ C تربيع، ولو فكيت الـ نيو بقت C على لندا يديني H C على الـ H على لندا C، H على لندا C، H على لندا C. تبقى دي قوانين كتلة الفوتون. جي قال لك في الامتحان احسب كتلة الفوتون، تروح حاطط له الكلام ده. بس زي ما انت شايف ان كل القوانين لازم يكون فيها سرعة، يبقى الكتلة دي بتكون اثناء حركته فقط،
لو الفوتون توقف كتلته تتحول إلى طاقة بالكامل، يبقى ليس له كتلة سكون، ليس له كتلة سكون. إحنا عارفين إن في حاجة في الحركة بتاعة الأجسام اسمها كمية التحرك، كمية التحرك البي ال بتساوي كتلة الجسم في سرعته. إحنا بنتكلم على فوتون فسرعته سرعة الضوء، ولو شلنا الكتلة من هنا فهنلاقي إن البي ال بتساوي إي على سي، وكمان بتساوي اتش نيو على سي، وكمان بتساوي اتش على لندن. لازم تكون مركز في القوانين دي. ليه؟ لأنه ساعات بيجي في المصطلح العلمي يقول لك النسبة بين طاقة الفوتون إلى سرعة الضوء، فأنت تبقى فاكر إن الإي على السي بتساوي البي ال اسمها كمية التحرك. النسبة بين ثابت بلانك إلى حاصل ضرب سرعة الضوء في الطول الموجي بتاع الموجة بتاعتي أو بتاع الفوتون، يبقى ده اسمه كتلة الفوتون أثناء حركته. يبقى كل دي خصائص لمين؟ خصائص للفوتون. من الخصائص التانية للفوتون اللي مهمة جدا إنك تميزها عن الإلكترون، إن ليس له شحنة. ومادام ليس له شحنة يبقى لا يتم تعجيله، يعني انت ما تعرفش تزود سرعته. وما دام ملوش شحنة ولا يتم تعجيله معنى كده انه لا يتأثر بالمجالين الكهربي والمغناطيسي، يعني لو حطيت له مجال كهربي او مغناطيسي من هنا للسنة الجاية ولا هيتأثر بيه. طب ايه الفرق بين الالكترون والفوتون؟ الالكترون اصلا جسم، الإلكترون أصلا جسم، إنما الفوتون كان موجة وأثبتنا له الطبيعة الجسيمية. الإلكترون ليه شحنة سالبة فبيتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي. الفوتون ملوش شحنة يبقى لا يتأثر بالمجال الكهربي والمغناطيسي وسرعته ثابتة. الإلكترون لو وقف تفضل كتلته ثابتة يبقى ليه كتلة سكون، إنما الفوتون لو وقف تتحول كتلته لطاقة، معنى كده انه ليس له كتلة سكون. شحنة الالكترون ثابتة وكتلة الالكترون ثابتة مهما كان، انما كتلة الفوتون بتكون معتمدة على طول الموج اللي بيتحرك بيه. طب هل كده اقدر اقول ان اي فوتون لو سقط على جسم يأثر عليه بقوة ادام هو جسم؟ ما دام الفوتون كده بقى جسم، لما يجي يسقط على جسم يبقى معنى كده ان هو بيأثر عليه بقوة. القانون اللي انا بقدر احسب منه القوة سهل جدا، القوة التي يؤثر بها شعاع فوتونات، القوة التي يؤثر او تؤثر بها حزمة فوتونات على سطح جسم بتساوي 2 بالفل البي ال اسمها كمية التحرك، والبي ال اسمها المعدل الزمني لسقوط الفوتونات، يعني كم فوتون سقط في الثانية الواحدة، وكمان بيساوي ضعف القدرة على السرعة. يبقى ده كده عبارة عن قدرة المصدر على سرعة الضوء، يبقى ضعف القدرة على السرعة أو بيساوي 2 بي ال فاي ال. الكلام ده جه منين؟ جه من إثبات كده محترم موجود في المحاضرة بتاعة الشرح. طيب كده أنا عندي الضوء ليه نموذجين، إما إنه يكون نموذج شايفه موجة، وإما إنه يكون نموذج شايفه جسم. أنا بقى أستخدم الضوء على أي أساس؟ إحنا بيكون عندنا نموذجين للضوء، إما إنه يكون نموذج ماكروسكوبي أو نموذج مايكروسكوبي. في النموذج الماكروسكوبي بنعتمد إن الضوء موجات،
بنعتمد ان ضوء ايه؟ موجات. يبقى الضوء موجة. طب بنطبقه امتى؟ بنطبقه لو تعامل، لو سقط الضوء على سطح متصل فيحصل له انعكاس، زي ما بيحصل ان الضوء بيسقط على المرايا، بيسقط على العدسات، بيسقط على كل الحاجات اللي احنا خدناها في تانية ثانوي. ففي الحالة ديت بعتبر الضوء بتاعي او الفوتون موجات كهرومغناطيسية مكونة من مجال كهربي ومغناطيسي، بيكونوا متعامدين على بعض ومتعامدين كمان على اتجاه السريان بتاعي. وفي الحالة ديت بطبق ان الموجات بتاعتي بتسقط على سطح متصل، والمسافات البينية بتاعتي بتكون أقل من الطول الموج الساقط. طب النموذج الميكروسكوبي في الحالة دي بعتبر الضوء عبارة عن فوتونات. الضوء فوتونات، معنى كده إنه بيتصادم كما تتصادم الأجسام زي ما قال كومبتون. بس الحالة دي أنت بتطبقها على سقوط الضوء أو الفوتونات على الذرات والإلكترونات. لو كان عندك الطول الموجي مقارب للمسافات البينية، في الحالة دي انت بتقولش ان الفوتونات موجات كهرومغناطيسية، انما بتقول ان الفوتون كرة نصف قطرها بيساوي الطول الموجي المصاحب لحركتها. يبقى بيدرس في النموذج الميكروسكوبي ان الفوتون عبارة عن كرة نصف قطرها يساوي الطول الموجي المصاحب لحركتها. وبكده الحمد لله يكون منهج الفيزياء الحديثة وقف لحد هنا. الطبيعة الموجية للجسيم اللي هي معادلة دي براولي، والنموذج الميكروسكوبي ده مش داخل معانا في المنهج. ويبقى احنا كده الحمد لله خلصنا مراجعة المنهج كله في 5 محاضرات. ان شاء الله بداية من يوم الحد اللي جاي هنبدأ ان احنا، يبقى يوم الأحد القادم طبعا مواعيد المحاضرات بتاعتنا اتغيرت، ابعت لكم المحاضرات الجديدة المواعيد بتاعتها. هنبدأ إن شاء الله في حل كتاب دليل التقويم على الفصل الأول والثاني إن شاء الله بإذن الله يوم الحد اللي جاي. كل أسبوع هناخد فصلين، أو كل حصة ممكن ناخد فصلين على حسب ما نقدر. وبعد كده بعد ما نخلص دليل التقويم هنبدأ نحل امتحانات الوزارة للسنين اللي فاتت من أول 2017، نماذج في البوكلت بإذن الله. أنا كده خلصت، هل حد عنده أي سؤال؟ يتفضل.